كانوا يحبطوني ويحكوا لي انت بتقدرش ولا عندك قدرة انك تكمل في المدرسة. حتى اولاد صفي كانوا يستهزئوا فيي. والله بشكرهم كثير لانهم غيروا فيي كثير 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 اشياء. ما كنتش اتخيل اني هيك اصير، يعني انه امشي لحالي اعتمد على نفسي، لانه بتغير الشخص من الصفر بتطلعه لفوق. يعني انا كنت تقريبا مسح في الطباعه بالكتابه بالقراءه، كنت مسح. هون دخلت رفعوني رفع مش طبيعي. اكيد بشكر ربي وبشكره على كل شيء طبعا، لانه انا يعني صح اول شيء تصعبت، اول ما فقدت نظري صح تصعبت، بس مستحيل استسلم. لا